كنت بعاني من مشكله جدا جدا في رجلي وما كنتش اقف عليها خالص خالص، رحت لدكاتره كتير وما كانش بيدوني علاج ولا بيدوني اي حاجه. جيت المركز هنا الحمد لله بقيت اقف على رجلي، يعني في تحسن. هم 4 أو 6 لسه عاملاهم، في تحسن لسه هعمل تاني وان شاء الله. يعني الدكاترة قالوا لحضرتك إن مفيش تحسن خالص في الحالة؟ لا، قالوا مفيش علاج، مفيش علاج، مش بيدوني علاج عشان بنعاني من أمراض تانية فما ينفعش يدي وقالوا حضرتك مفيش نتيجة؟ لا لا، ما كانتش نتيجة، بقالي 2 شهر على الوضع ده. لكن الحمد لله حضرتك مع 4 جلسات اتحسنت. 4 جلسات بس قدرنا نقف، بس ما كناش بنقف. ألم في جسمي، كان ألم في ركبي وفي ظهري. ابتدينا نخطي شوية الحمد لله، يعني بقى في خطوات بسيطة. بسيطة قوي يعني، بس لكن في الأول ما بنتحركش خالص. لا لا، بتتحرك خالص. لكن الحمد لله الدنيا بقت أحسن شوية معانا. طب بالنسبة للألم، كان في ألم الأول ودلوقتي الدنيا ماشية معانا في الألم؟ خف الحمد لله. ما بقاش في ألم دلوقتي؟ لا خف خالص. ما بقاش في ألم خالص؟ خف، كنت بقدر حتى أقعد ولا أتقلب ولا أنزل ولا أطلع رجليا. الحمد لله. الحمد. دي يا دكتور برضه دي حدوتة تانية. دي حدوتة كبيرة مش حدوتة تانية. دي واحدة عندها هشاشة وتآكل في العمود، تآكل سميني كده، تآكل في العمود وهشاشة في العمود وفي الحوض وركبتين فيهم أوجاج، ما كانتش بتمشي. شايفين تعبانة ازاي؟ الدكاترة قالوا لها مالكيش علاج، انت سامعني؟ مالكيش علاج. ايوه، انت عشان تقدر تعالج حالة زي كده طبعا بفضل ربنا، اعجاز ده، انت اعجاز. فانت النهارده بتحاول تساعدهم في كل الاحوال. حالة زي كده دي تدرس، دي عاوزه مصحه تقعد فيها بتاع ده 2 3 سنين عشان تقدر توصل في النتيجه دي اللي انت وصلتها في شهر. فانت لازم تواجه رساله، احنا بنضحي بكل حاجه، بنضحي بوقتنا، بنضحي بكل شيء عشان نقدر نساعدك. انت لازم تساعدنا انت كمان.